مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا الرئيسي الأول ضمن السباق الحلفة الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن. أول الأشواط الشوط الأول مباشرة مع المركز الأول، معك يا المخمري من يتقدم مع صدارة الشوط. يقدم لنا اندفاعتي وانطلاقة الشاهنية عبد الله بن سعيد بن مصبح. المخمري يتصدر الجميع مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول مع الشاهنية، حمد بن راشد بالعامري يأتي مع الشاهنية على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل شعارك يا أبو نواس مع الشاهنية، محمد بن سلطان بن نواس الاكتبي غادم وبالضبيعة يقدم لنا جميلة سالم بن راشد بالضبيعة. ولكن المخمري ما شاء الله تبارك الله على النوعية المميزة، عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري. سلام يا الباطنة، سلام يا المخمري، سلام على الفوز وتقديم الشاهنية مع المركز الأول، مع الصدارة، مع مقدمة الشوط. الشاهنية غادرت مع المركز الأول. مشكور يا سالم يا المخمري من قدمها وتابعها، والتهنية لك عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري. سلام لكم يا اهالي الباطنه، يحقق الفوز والانتصار وينتزع اول اشواط الحلفه، اول اشواط هذا السباق. سلام والتهنئه لك يا عبيد يا بن سعيد يا بن مصبح المخمري من قدم مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني حمد بن رايد بالعامري اللي وصلت على المركز الثاني ما قصرت، اللي وصلت على المركز الثالث ايضا الشاهنيه، محمد بن سالم بن عبيد بن دغيش الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.